طريقة سهلة ومبتكرة تخلي تليفونك يشتغل بكارت الميموري والشريحتين مع بعض. في بعض التليفونات يا إما تشتغل بشريحتين يا إما شريحة وكارت ميموري، ما تقبلش التلاتة مع بعض. هنعمل طريقة مبتكرة وسهلة جدا تخلي كله يشتغل مع بعض. تابع الفيديو لغاية الآخر وما تسقطش ولا خطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة مستشفى المحمول، معاكم حمدي، يا رب تكونوا بخير. في طبعا التليفونات الجديدة اللي نازلة الأيام ديت، في منها تليفونات ما بتقبلش أو ما بتدعمش إن يبقى راكب الشريحتين وكارت الميموري مع بعض. طيب في ساعات إن المساحة بتقفل معاك وبتحتاج إن أنت تعلي الذاكرة عندك، بتيجي هتضطر إن أنت تضحي بخط من الخطين اللي راكبين، فأنت بتبقى قدامك اختيار صعب، يا إما تركب الخطين وتضحي بالذاكرة يا اما تضحي بالخط. طيب احنا في الطريقة ديت هنقدر نحل المشكلة ديت بكل سهولة، بس ركزوا معايا واحدة واحدة في الخطوات وان شاء الله هنحلها حل جذري. طيب في البداية كده بنحدد الشريحة اللي احنا هنركبها معانا وبنحدد المكان بتاعها بالشكل ده كده. طبعا الاتنين كده عمرهم ما يركب، عمرهم ما تركب شريحة فوق الميموري. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنجيب خط الخط التاني اللي احنا بنشغله، طبعا جايب خط من عندي. الخط طبعا احنا هندمج الخط مع كارت الميموري، هنخليهم اكنهم حتة واحدة، بس طبعا لها ضوابط يعني لازم نمشي معاها كده ايه واحدة واحدة. اول حاجة لازم احدد اتجاه الشطفة بتاعة الشريحة، الشطفة اللي هو الاتجاه اللي بيعلم لي المكان، العدلة بتاعت الشريحة، المكان اللي بتطبع فيه مع بيت الخط بتاع التليفون. كده انا علمت بس علامة كده بسيطة اهي كده، معلش يا جماعة سامحوني اذا كانت مثلا ايديا مش نظيفة او كده، لان طبعا بحكم الشغل وحكم التليفونات اللي بشتغل بيها يعني، لان في ناس بتسيب كل حاجة وتمسك تقول لك ايدك ومش ايدك، لكن انا بطبخ يعني. طيب بعد كده ببدأ ان انا اسيح كده بالراحة خالص، بالراحة خالص عشان ما بوظ الشريحة مني، عشان الشريحة ما تبص، بالراحة كده يدوك، بس ايه لسعة كده، لسعة بسيطة بالراحة خالص، ما حاولش ان انا اشدها، احتاجت تسخينة بسيطة كده بالراحة خالص. تمام بنفس الشكل ده، طبعا ما فيش اي حاجة ابدا، ما احنا بالراحة ماشي معاه بالراحة، والنقطة السوداء اللي احنا حاطينها معلمانا احنا اتجاه الشريحة هيبقى عامل ازاي. طيب بعد كده بقى ابدأ اجيب بقى كارت الميموري واشوف المقاس بتاعي، اشوف احدد بقى انا هحط الشريحة ازاي. طبعا كل الكلام ده سهل جدا يا جماعة وبأدوات بسيطة يعني اي حد يعمله، مفيش اي مشكلة. اهو بالشكل ده كده كده شفته، انا حطيت علمت الاتجاه في الاول عشان اعرف المكان بتاع الاتجاه بالظبط هركبه ازاي. تمام كده انا ابدأ اظبطها بقى على كارت الميموري بتاعي، واظبط مكانها بالظبط على مكان ما بتركب في الباب اللي بيركب في التليفون، الباب بتاع الخطوط. وبعد كده هجيب مادة لازقة، طبعا المادة دي احنا بنستخدمها عندنا اي مادة لازقة يعني مش شرط، بس اهم حاجة ما تكونش مادة سميكة عشان خاطر ما تعمليش سمك، عشان لما اجي احط الخط او احط الباب في المكان بتاعه ما تحشرش معايا. اهو بالشكل كده، بالشكل ده طبعا انا معلم الاتجاه وعارف مكانه كويس جدا. طبعا النقطة اللي انا عاملها دي مهمة قوي يعني، هي اساس، يعتبر اساس كل حاجة. طبعا احطها كده، هسيبها على كده؟ لا طبعا هجيب بقى حاجة، هبدأ اظبطها بس الاول، اظبطها على المكان بتاعها بالظبط بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب اي مشبك او اي حاجة عندي واضغط عليها كده شوية، واسيبها مثلا من تقريبا من ساعة لساعتين، طبعا بعد ما اتأكد من الاتجاه بتاع الشريحة واتأكد من المقاس اللي هيركب على بيت او على الباب اللي بيخش عندي. ويفضل ان انا اظبطها كده ايه، اظبطها على بيت الخط نفسه، يبقى ايه، يبقى اخد المقاس كده ايه على ابوه زي ما بيقول، وهسيبها كده من ساعة لساعتين لغاية لما تنشف، وبعد كده هبدأ بقى هتبقى جاهزة عندي للشغل.
اسيبها كده ساعتين كده، خلاص المفروض انها نشفت عندي وبقت تمام. اهي كده الخط والكارت بقوا الاتنين اكنهم واحد، كل واحدة هتوصل على ريش التوصيل الخاصة بيها. ده الخط اللي كان معايا، هبدأ بقى اركبه وابدأ اركب الخط التاني. طبعا الخط والكارت مع بعض بقى الاتنين بقى واحد زي ما قلنا لحضراتكم. خلاص كده الاتنين واحد والاتجاه مظبوط وسليم. بعد كده بقى ابدأ اجيب التليفون بتاعي واركبه فيه. طبعا بعد ما عملت كل حاجة وتأكدت تمام، هيبان عندي بالشكل ده، هيبقى بالشكل ده كده بالظبط. وبكده هو ده الشكل النهائي اللي احنا عايزينه، ولازم يكون بالشكل ده طبعا، الاتجاه مع الاتجاه ونفس الخط مع نفس اتجاه الخط والكارت، التلاتة بقوا واحد كده. بمجرد ما انا اركبهم ان شاء الله هيرفعوا لي شبكة. طيب ابدأ كده اركبه في المكان بتاعه بالشكل ده كده. طبعا احاول برضو ايه، كل حاجة لازم كل حاجة تبقى مظبوطة، وهبدأ ادخلها بس بالراحة وبرفق، ما احاولش ان انا ايه يعني اضغط عليها زيادة عن اللازم. خلاص انا دخلتها، ابص بقى على التليفون بتاعي اهو، خلاص رفع عندي الشريحتين اهم، خلاص الشريحتين رفعوا والشبكتين موجودين وبيت الخط كمان موجود. ودي كانت نهاية الفيديو، ياريت تدعمونا باشتراك وتفعلوا الجرس وتعملونا اعجاب. شكرا، سلام عليكم.